احنا المره اللي فاتت في المشروع عملنا ايه؟ عملنا بروجكت لوجن، عرفنا فيه الداتابيز، عرفنا فيه الفلتر، خدنا فيه نوع واحد من الليسنر اللي هو كان الكونتكست ايه ليسنر. هل في انواع ثانيه من الليسنر؟ افكرك، الليسنر هو عباره عن كلاس بتعمل امبلمنت الانترفيس. الكلاس دي اللي بتتنفذ لما يحصل حاجه معينه. حاجه زي ايه؟ خدنا مثال على الموضوع دوت المره اللي فاتت، لما الكونتينر يشتغل ويعمل الايه الكونتكست. في حاجه اسمها كونتكست ليسنر، لما الكونتكست يتعمل، طبعا بيتعمل في اول الابلكيشن خالص. فانت لما تعوز تنفذ حاجه في اول المشروع خالص، زي مثلا كونكشن على الداتابيس، بتستخدم الايه الليسنر. طيب هل في انواع ثانيه من الليسنر؟ اه في انواع ثانيه من الليسنر. زي ايه؟ بص كده معايا، نعمل مشروع جديد، نيكست. ليسنر بروجكت، نيكست فينيش. بص كده اهو. طيب وبعدين اعمل ايه؟ تعال نعمل فيها سيرفلت. ادي السيرفلت اهي، السيرفلت دي هنسميها ليسنر، بمعنى اصح سيشن ليسنر سيرفلت، ونحطها في باكج. اد انفورميشن ونقول له فينش. بص كده معايا يا باشمهندس، ايه اللي يحصل؟ انا دلوقتي عملت السيرفلت اهي، السيرفلت دي انا هقول له حاجه بسيطه قوي. ايه؟ هقول له ريكوست نوت جيت سيشن. جيت سيشن دي بتعمل ايه؟ اقرا فيها الهيلب بتاعها، يقول لك بترجع بالكرنت سيشن، يعني بترجع بالسيشن الحاليه، ماشي كده، المتعلقه بهذا الريكوست. او لو الريكوست لا يحتوي على سيشن بتعمل واحد، يعني من الاخر بترجع لك بالسيشن الموجود، ولو ما فيش سيشن بتعمل سيشن. جميل اهو، سيشن HTTP سيشن سيشن ميوزر. وبعدين السيشن دي كده اتعمل كده، ايه كريتد كده السيشن يتعمل، او لو مش موجوده هي اتعمل. طيب وبعدين ممكن احط فيها اتريبيوت، اه سيشن دوت ست اتريبيوت، حط فيها مثلا اي حاجه، نيم ابراهيم. كلام جميل كده، انت عملت ايه؟ كده انت عملت اد اتريبيوت، صح ولا لا؟ كلام جميل. وبعدين طب سيشن دوت ريموف اتريبيوت، انت كده مسحت اتريبيوت نيم، صح ولا لا؟ طيب ايه كمان سيشن دوت انفاليديت، عارف يعني ايه انفاليديت دي؟ عارف معناها ايه؟ اه ان انت كده موتت السيشن، كده سيشن كيل، اه كده سيشن ماتت. حلو كده؟ حلو. طب انت بتعمل الكلام ده ليه؟ ايه رايك ان انا عندي ليسنر، الليسنر ده بيتنفذ لما السيشن بتتعمل، وفي ليسنر تاني هو الناس الليسنر بيتنفذ لما السيشن بتتعمل او لما السيشن تموت، ده ليسنر. اسمه ايه الليسنر دوت؟ اسمه HTTP سيشن ليسنر، HTTP سيشن ليسنر. HTTP سيشن ليسنر ده بيحتوي على اثنين ميثود، واحدة بتتنفذ لما السيشن بتتعمل، وواحدة بتتنفذ لما السيشن بايه؟ بتموت. وعندنا كمان ليسنر تاني خاص بالسيشن، ولكن اسمه ايه؟ HTTP سيشن اتريبيوت. HTTP سيشن ايه؟ اتريبيوت. بيتنفذ لو الاتريبيوت اتحط او اتمسح او اتعمل له حاجه بيقول لك عليها ايه اتغير، يعني مثلا افرض انا حطيت اتريبيوت تاني بنفس الاسم، القديم هيروح ويتحط الجديد، صح ولا لا؟ طيب ازاي اعمل الليسنر ده واقدر استفاد منه بايه؟ تعال كده نشوف، نيو
ويب ليسنر اهو، هنسميه ايه؟ سيرفلت. بلاش سيرفلت دي، نقول مثلا سيشن ليسنر كلاس، نحطها في باكج اسمها ايه؟ ليسنرز. شوف مش عايز كونتكست، امال شايف؟ شايف اهم http session listener، http session attribute listener اهو. يبقى في http session listener ده انترفيس هيتعمل له implement، وفي http session attribute listener ده برضو انترفيس وهيتعمل له implement. لما تقول له finish، او قاد بقى الاول المفروض الليسنر ده يتحط فين؟ في الويب دوت اكس ام ال، واقول له finish اهو. قبل اي حاجه وقبل ما اوريك اي حاجه، تعالى كده نشوف الويب دوت اكس ام ال. الويب دوت اكس ام ال اهو الليسنر اهو لازم يتحط هنا. طيب تعالى كده نشوف الكلاس اهي، هي كلاس اهو. يبقى الليسنر عباره عن كلاس بيعمل امبلمنت للاثنين انترفيس دول. http session listener بيحتوي على ايه؟ session created و session destroyed اهم. شوف انت عايز تعمل ايه لما السيشن تتعمل، شوف انت عايز تعمل ايه لما السيشن تموت. طيب http session attribute listener اهم يحتوي على ثلاثة مثل attribute added اضاف او remove او اتعمل له replace. تعالى مثلا بص s out، نقول له ايه؟ نقول له الايفنت بتاعه http event، اقول له se dot get session، كده هيرجع لك بالسيشن. ممكن اقول له get attribute get id، السيشن الكونتينر بيديها رقم، بيديها id. لو انت عايز ممكن تجيبه، اقول له السيشن دي الزق جنب منها is created، السيشن دي اتعمل. طيب لما تموت في الانفاليد اهو، يبقى لما دي تتنفذ اهي، لما جيا تتنفذ هيتعمل لك ايه؟ المسج بتاعك الكرييت. لما تموت هيعمل لك المسج ده، هقول له اس اوت سيشن كيل. طيب لما احط اتريبيوت، لما نحط اتريبيوت ايوه اهو اتريبيوت ات. طيب لما تمسحه اتريبيوت ريموف اهو، يبقى اد هتتنفذ لما دي تتعمل، لما ست اتريبيوت تتنفذ، وست اتريبيوت ريموف لما ايه؟ لما ريموف تتنفذ. وصلت الفكره؟ هقول لك ممكن تستفاد منها بايه دلوقتي. تعالى بقى نعمل ايه؟ نعمل ران للسيرفلت بتاعي. بص السيرفلت اهي، لو جالها ريكوست هتنفذ الكود بتاعها اهو، اتعملت اهي. تعالى هنا نشوف وراح فين؟ تعالى نعمل لها رن فيها تاني. اهو ادي الاي دي اهو، قال لك السيشن دي از كرييتد، وبعد كده يقول لك اتريبيوت اد، وبعد كده اتريبيوت ريموف، وبعد كده سيشن ايه؟ سيشن كيل. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ اثنين ليسنر، واحد اسمه اتش تي تي بي سيشن ليسنر، والثاني اسمه اتش تي تي بي سيشن ايه؟ اتريبيوت ليسنر. واحد يقول لي ايه؟ يقول لي وانا اقدر استفاد بالموضوع ده بايه يا باشمهندس؟ صح كده؟ بص يا سيدي، ساعات كده بتخش على ايه؟ بتخش على على منتدى او على ويب سايت او على ابلكيشن، يقول لك ايه؟ الاشخاص الموجودين حاليا عددهم 10 او 1000، صح كده؟ حلو. عارف يعني ايه الاشخاص الموجودين حاليين دول؟ عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي عاملين سيشن معانا، الناس اللي عاملين ايه؟ سيشن معانا. تقدر بقى تعمل لي هنا اهو، هنا اهو في السيرفلت دي، في السيرفلت دي تقدر تطلع لي مسج هنا اهو، تقول لي كم واحد متصلين معانا. انا كده اديتك البدايه. طب انا عايز اعد عدد السيشن، يبقى اعمل المتغير فين؟ في السيشن ايه؟ ها كرييتد. الله ينور عليك، في السيشن ها
كرييتيف وازوده وازوده بايه بواحد اقول له طب ازاي اوصله للسيرفر تحطه لها يا عم في الكونتكست صح ولا لا اعمل متغير وزوده بواحد وحطه في الكونتكست وفي السيرفر تبقى هاته من الكونتكست دي تاسك على فكره دي ايه تاسك طيب طب واحد يقول لي طب افرض قفل قفل يبقى ديسترويد اروح انقص واحد اهو انقص ايه واحد وصلت الفكره دي تاسك من خلالها تقدر تعمل ايه تعد عدد السيشنز او الناس اللي موجودين حاليا في الابلكيشن ايه في الابلكيشن بتاعك. طيب في حاجات تانية في الليسنرز حاجات سهله بقى زي ايه بص يبقى اذا الجزئيه دي خلاص اعملها تاسك بقى التاسك عد لي كام واحد موجودين دلوقتي. طيب لما نيجي مثلا هنا في الليسنرز في انواع تانية ايه بقى ريكوست ليسنر وايه ريكوست اتريبيوت. طب دي هتتعمل امتى لما يجي ريكوست لما يجي ايه ريكوست او لو حطيت ايه اتريبيوت في الايه في الريكوست زي هنا لما تتعمل سيشن او لما تحط اتريبيوت في السيشن وصل هنا لما يتعمل كونتكست لما تحط اتريبيوت فين في الكونتكست وصلت الفكره تمام. يعني الانواع اللي احنا خدناها كده الليسنرز احنا ايه خلصناها. طيب ان شاء الله يا جماعه بدايه من الفيديو الثاني بقى باذن الله اللي جاي ماشي هنبدا في موضوع جديد الا وهو موضوع الجي اس بي. وصل بكده يا اخوانا انا انصحك بقى نصيحه الفيديوهات اللي فاتت دي كلها اتمنى ان انت تراجع عليها تنفذ كل الكلام اللي فيها بايدك بحيث يبقى انت كده موضوع السيرفلت بالنسبه لك انتهى لان الجي اس بي هي اخت السيرفلت اخت الايه السيرفلت بل بالعكس هي مش اختها ده الجي اس بي عباره عن سيرفلت هتلاقي الكلام اللي هنا هو اللي هنا مع بعض السهوله بقى هتلاقي في الكلام سهل بيتقال ونفس المواضيع اللي هنا هي نفس المواضيع اللي هنا بس بتتعمل ازاي. طب والجي اس بي عباره عن ايه ده ان شاء الله اللي احنا هنعرفه بدايه من الفيديو اللي جاي باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.